صباح الخير أو مساء الخير على برج العذراء. برج العذراء، القراءة النهاردة العاطفية ليك. نخش على الطاقة العامة ليك. برج العذراء، أنت خارج من علاقة أو في علاقة ولكن شاعر بأن هي في نهايتها، أو متألم من شيء حدث فيها، ندمان قوي على الأشياء اللي عملتها أو قدمتها في العلاقة دي بالظبط، وبتفكر في الرحيل بالفعل، وزعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن من يعني انت زعلان على الباص في العلاقة، ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة ما انت شايفها يا برج العذراء، ومقرر الرحيل، ولكن في حب في العلاقة دي قوي. انت كنت بتحب حد قوي او هو بيحبك مازال يعني. طب نشوف كده مشاعر. انتوا خبطتوا ببعض ولا ايه؟ يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العذراء، زي ما قلت لك، انت خارج من علاقه او في النهايه، بمعنى اطلاق يعني خلاص بتقفلوا العلاقه مع بعض، جرحتوا ببعض قوي. هو متألم منك قوي 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 قوي، يعني في قمة الألم، في قمة الألم. ممكن تكون قلت لبعض كلام سخيف، وجهت له إهانات، وجه لك إهانات، لأن أنت شاعر بأنه خدعك، وشاعر بأنه ضحك عليك. بص، أنت ندمان، أنت في أشد ندمك. أنت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من العلاقة دي من الأول خالص، يا ريتني حتى ما فكرت فيه. ولكن في كوبين في الاخر يا برج العذراء، ما انت شايفهم. ممكن تكون انت ظالم الشخص ده، ممكن، لانه متالم قوي. حتى لو بيظهر عكس ده، ولكن هم في قمه الالم والحسره والندم وفي قمه الوجع، وانت شاعر بانه خدعك وضحك عليك. ممكن يكون خبى عليك انه بيعرف حد تاني، او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني، ممكن تكون اكتشفت طرف ثالث في العلاقة، ممكن يا برج العذراء، وانت كنت بتحبه قوي، لان هو واخد 3 سيوف. ممكن يكون تكون برج، قصدي ممكن يكون علاقة ثلاثية، فعشان كده انت حاسس انه اتضحك عليك، وان الشخص ده كذاب وكان بيضحك عليا كل الفترة اللي فاتت دي. طيب، هو شايفك ازاي؟ شايفك ان انت شخص، شايف ان انت متألم، يعني هو متألم، وشايفك كمان ان انت متألم، يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون يعني انت مديله وش ان انت مش همك حاجة، بص، ان انت ماشي ومديله ظهرك، بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة، وعارف ان انت مطلع له الوش الخشب ده، وان انت مية مية، ولكن انت تعبان، ما بتنامش، بتفكر في كل حاجة حصلت، وانتوا الاتنين خبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي؟ انت شايفه ان هو بيدافع عن نفسه. ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك يا برج العذراء، ولما واجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه، ويقولك لا والله ما حصل، والله انت متهمني، وتقوله لا انت كذاب، انت شخص مخادع، انت خدعتني، انت ضحكت عليا، و عشان كده هو مجروح منك قوي وتعبان قوي 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 قوي، وبيدافع عن نفسه. كل ما تيجي تكلمه في حاجه يقول لك والله ما عملت، والله ما سويت، والله ما عملت يا عم الحاج، وانت زعلان قوي قوي. عشان كده بقول لك انت في حاجتين مش شايفهم ورا، انت مدي بص على الثلاثه اللي اندلقوا، وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظالمه يا برج العذراء. برج العذراء مشكلته انه بيحكم على الحاجه، هو ده، مش هتزحزح، مش هتتحتح، وبيحكم على الناس بسرعه. طب هو ايه الخطوة اللي عايز ياخدها بقى؟ يعني بعد ال3 سيوف دي ايه الخطوة اللي عايز ياخدها؟ الغريب ان هو عايز يستقر معاك. شوف، اما اقولك الغريب بقى، ازاي واحد مجروح من واحد عايز يستقر معاك؟ هو بيحبك وشايف ان دي العلاقة المثالية ليه اصلا. امال ايه اللي حصل؟ انا بقولك انت ممكن تكون انت ظنيت فيه ظن وحش، او يعني وصل لك كلام عنه ان هو عارف حد غيرك، وهو مش عارف حد غيرك ولا حاجه، ولا في اي حاجه تاني. وممكن يكون فعلا هي علاقه ثلاثيه، وانت عرفت بالطرف الثالث، ولكن انت الشخص الاصلي عنده.
ممكن يكون التالت ده بيتسلى معاه او علاقة كده يعني عشوائية. لكن انت الاستقرار، انت الزوجة او انت الزوج، انت الشخص اللي مستقر معاه. الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العذراء طبعا باين جدا، انت عايز العدالة تحصل. انت تعبان قوي على فكرة لعلمك، انت حاسس بالخديعة وعايز بقى العدالة اللي هو الكارما تحصل، وبتقول ان الكارما دي لازم تحصل في العلاقة دي، او بتقول ان انا امشي واسيب العلاقة هي دي لك كارما. فعشان كده انت ماشي، انت مقرر تمشي، وبتقول في عقلي بالك ان هي دي العدالة، هي دي العدالة اللي المفروض تحصل. العدالة ان انا امشي، او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله من الاخر كده على البلاطة. فهو شايفك الاستقرار، ومش شايفك، سوري، هو عايز يعمل استقرار وانت عايز العدالة من الاخر. العدالة بقى في ايه؟ لو هو في طرف تالت، لو سمحت اتجوزني وسيبك من الطرف التالت ده، او لو سمحت لو انت سيب الطرف التالت ده وركز معايا. لو هو بيعرف بنات، لو سمحت سيبك من البنات دي وركز معايا. لو هو جرحك اتفضل صارحني وفهمني. ليه بقى بقول كده؟ لانه شايف العلاقه، هو اصلا شايف العلاقه، انت ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج الجوزاء، شايف العلاقه ان هي دي العلاقه اللي هو كان يطمح بيها. العشاق زلا فرز، شايف ان انت السلمي بتاعه. بص، انت الاستقرار، انت اللي هتحقق له كل حاجه في الحياه. والله هو تعبان جدا، مجروح منك قوي، كانش متوقع ان ده يحصل على فكره. ما انت شكلك ظالمه يا برج العذراء، لانه بيحبك قوي، وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك، خبى عليك حاجة، ولكن هو في الأصل شايفك الاستقرار، وشايف ان انت السلمي بتاعه، وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه طول العمر بقى، مش هيسيبه أبدا. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقولك انت ظلمه، انا بقولكم برج العذراء مشكلته بيتسرع. ممكن انا بقولك انت في حاجة وصلت لك عن الشخص ده وخدت قرار سريع، باي 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 باي، وشايف ان هو ده المفروض يحصل. لا، مش هو ده، عشان ده الاستقرار، دي العلاقة، العلاقة دي استقرار. انت شايفها انها استقرار على فكرة، وشايف ان هي حاجة حلوة، وهو كمان شايفك انت الصلم بتاعه. فليه بقى ده؟ ليه الليلة دي كلها؟ سوري، انقطع شوية الفيديو، كمل مع بعض. فالنصيحة ليك ان انت خد قرار بقى، وبطل بقى اللعب ده كله يا برج العذراء لو سمحت، وبطل بقى حوار انت بتخدعني، وتوجه اتهامات للطرف التاني على اسس غير مبنيه اصلا. مفيش حاجه مبنيه، كلها اوهام في دماغك، كلها اوهام. اهو، اخرج بقى من ليله العشر سيوف دي، اخرج بقى يا برج العذراء من الليله دي، خد القرار بقى كده. انت متقبس 10 سيوف، وهو شايفك انت كمان 9 سيوف. انت عامل يعني بتوهم نفسك بان الشخص اللي معاك كذاب، وانه نصاب وبيخدع وحرامي، كل ده فيه، وهو راجل ولا في حاجه، راجل بيروح ينام ويصحى الصبح يلاقيك بتقول له قضيت السهره مع مين النهارده يا ستي، والله ما قضيت ولا بتاع. اخرج بقى بره دي، وخد بقى قرار بقى، حازم بقى مع نفسك، واعدل امورك، واعدل تفكيرك. راجل بيحبكم يعني يا برج العذراء، يعمل ايه اكتر من كده؟ مش عارف، برج العذراء بيصدر احكام على الناس في ثانيه، في ثانيه، متسرع اصلا، يعني برج ترابي بس متسرع. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي او برج مائي برضو. طب نشوف المبتعدين عن بعض. شخص مبتعد عنه برج العذراء، مشاعره ايه؟ كارت ده ظهر تاني، الظاهر ان الشخص اللي انت في الاولاني اللي انت قفلت معاه ده نيته ايه طيب ليك؟ ده تعبان قوي، واخد 3 سيوف وادي العشرة تانيين اهو، يعني انت هريته. ده انت قلت له تعالى بقى استلمك، نيته ايه؟ حرام والله، حرام اللي بيحصل ده. مش معقولة،
مش معقولة يا برج العذراء، ده تعبان منك، وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كده اتأكد من حاجة، لو هو مش السيناريو الاولاني فانا هشوف السيناريو التاني. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من الكوكب اللي حصلت فيه دي ولا ايه؟ ايوه، تعبان قوي 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 قوي، واخد طبعا ال10 سيوف، ويعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه؟ نيته ايه؟ طيب نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل هدوء، يمشي منين؟ من العلاقة؟ لا، يمشي من اللي حصل له ده كله عموما، ويستريح بقى لانه تعب قوي. 10 سيوف كتير عليه، كتير عليه قوي برج العذراء، لو انت اللي عملت فيه كده فعلا. وطبعا حاسس بالغدر طبعا، وبس نيته مش يغدر، لا هو نيته يخرج ويعيد بقى التوازن تاني لحياته، ويحتفل بقى باللي عنده، تمام. ويكون برضو ممكن يكون ناوي يرجع، عايز ياخد قرار اهو. ممكن يكون عايز يديك فرصة تانية، نرجع مع بعض ونكمل مع بعض ال9 كوبايات، بس هياخد فترة استراحة الأول، وبعد كده عايز يرجع ويبتدي بداية جديدة. اوكي، وممكن طبعا السيناريو التاني ان الشخص مجروح منك قوي قوي قوي، ومقرر ان هو يخرج بره العلاقة ويستريح بقى، وبعد كده يبتدي بداية جديدة مع نفسه خالص بعيد عنك. ثانية واحدة عشان بس المزيكا وقفت. يعني يبتدي خالص بقى ويبص لحياته، ويبتدي بداية جديدة مع نفسه، ولكن قرار حازم يعني مفهوش رجعة، يبص لقدام ويمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انما هو يعني على اخره خالص، اعتقد ان هو ده الشخص الاولاني. وممكن يكون العكس، انتوا اللي تعبانين وهو اللي غضب فيكم. طيب الجاي في طريقك ايه يا برج العذراء؟ لو انت شخص عازب فما مش مرتبط ولا حاجة، مزيكا رجعت، بما انكم عزاب بقى فنغير الكروت كده عشان نغير الحاجة. الشخص جاي في طريقك، مشاعره ايه ونيته ايه؟ الشخص اللي جاي في طريقك شخص ممكن يكون كان مبتعد عنك وعايز يرجع مرة تانية، لان مشاعر جديدة، عايز يعمل مشاعر جديدة لان مشاعره ماتت تقريبا، وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما يعرفكش، وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره، وناوي على ايه؟ طبعا ده كارت الغموض كله، هنشوف دلوقتي برضو. ودي حاط دايما برج العذراء وبرج الجوزاء القراءة بتاعتهم بتبقى غريبة. شخص قديم او كان يعرفك وشاعر بانك وحش قوي 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 قوي، او جيت على باله فجأة كده شعر بانك وحشته وعايز يرجع مرة تانية، وتقريبا كان مقطوع بينكم التواصل، ممكن يكون كان في بلوك ولا حاجة، او مثلا ماسحين بعض من على الفيس، وبعت في آية تاني وعايز بقى يرجع تاني للذكرى دي. طب مشاعره ايه؟ مشاعره زي ما قلت لك، بيقفل حاجة قديمة، وهيبصوا الكارتين متناقضين، يعني حاجة ميتة وده العشاء نفسها. فهو مشاعره تقريبا حد قديم زي ما قلت لك، وخلاص المشاعر بيقفل على المشاعر القديمة وبيفتح مشاعر جديدة، عايز يعمل ولادة جديدة للمشاعر، عايز يرجع تاني المشاعر دي القديمة الحلوة الجميلة اللي كانت ما بينكم انتوا الاتنين. اهي بصوا
دي حاجه ماتت ودي حاجه بتتحيي من اول وجديد، عايز يرجع المشاعر القديمه ما بينكم، وزي ما قلت لكم حد كان مقطوع بينكم التواصل. ناوي على ايه؟ ناوي انه يعمل تغيير في العلاقه. ده البرج المنفجر، يعمل تغيير ذا تاور، تغيير مفاجئ فجاه كده هتلاقوه دخل عليكم، وخد بالكم ده تواصل سريع، حد بيتواصل سريع جدا، عشان كده داخل عليكم الدخله اللي هي الايه، سال كده كده انا بحبك وعايز ارجع. فناوي يخرج بقى بره الغموض ده ويعمل تغيير. ذا تاور، معلش يا برج العذراء، الحاجه فصلت مني التليفون، فهكمل بس اخر حاجه. انا عملت هنا، هو دي كانت كده، فانا عملت توضيح لبرج ذا تاور، اوكي، وهو عايز يرجع مره تانية برج العذراء، وعايز يبقى هو المتحكم في العلاقه، وعايز يدي العلاقه دي فرصه تانية، وشايف ان انت المناسب ليه جدا. يعني بص، هو ده نفس الكارت، خلي بالك، شايف ان انت الشخص المناسب ليه، وعايز يرجع العلاقه دي تبقى زي زمان بالظبط، اوكي. لكن انت بقى عملت عليك انت بقى مشاعرك، انت واخد احتياطاتك منه قوي لو جه يقدم لك العرض ده، لان ده عرض سريع، دي مش حاجه بطيئه، ده عرض سريع جدا. واحد جاي، سلام عليكم، وعليكم السلام، انا جاي اخطب. يا ابني ما احنا سايبين بعض بقى لنا سنه، بس انا جاي اخطب. فانت هتبقى اللي هو ده حرام، بيضحك عليا، ده مين ده، احنا سايبين بعض، ده احنا مبهدلين بعض، ازاي راجع تاني؟ فهتبقى واخد احتياطاتك، ولكن هتقبل بيه، لان انت برضو لسه بتحب، انت كمان عندك حنين ليه على فكره، ولكن بتخبي ده. برج العذراء يعني ما يعني ما توصلش في حوار انه يخبي يعني، وعلى فكره هيبقى مخبي كمان مشاعره، هو كمان مش هيبان لك مشاعره قوي، و هيبقى فيه غموض، عشان كده انت هتبقى خايف منه، ما تبقاش فاهم هو راجع ليه، هو راجع من اللي، راجع يسلم عليا، ولا راجع عايز ايه مني، ولا راجع يخدعني تاني، عشان كده انت ايه بتخاف منه قوي. فبرج العذراء هو شخص بيحبك، لو كنت بتتعامل مع برج مائي، جوزاء وعقرب، ظهر لنا اتنين عقرب، قوس، وبرده برج الحوت، وبرج هوائي ممكن، ولكن هو برج، قصدي عبد صادق يعني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، واللايك يا جماعة مهم جدا، شكرا.